histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة أول حلقة في محاضرة نيرفاس تيشو أو النسيج العصبي. أول حاجة هنتكلم عن النيرفاس سيستم، الجهاز العصبي بيتكون من إيه؟ بيتكون من جزئين أساسيين، سنترال نيرفوس سيستم أو الجهاز العصبي المركزي، والبريفرال نيرفوس سيستم أو الجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي المركزي حاجتين، أول حاجة البرين أو المخ، وتاني حاجة السباينال كورد أو الحبل الشوكي. دول موجودين في السنتر كده، يبقى البرين أند سباينال كورد. طب الجهاز العصبي الطرفي اللي موجود في الأطراف هو إيه؟ هو البريفرال نيرفس، الأعصاب الطرفية زي ما احنا شايفينها كده. وكمان في حاجة اسمها الجانجليا أو العقد العصبي. جانجليا نوعين، في سباينال جانجليا and autonomic جانجليا. يبقى ده كده مختصر للنيرفس سيستم. أول حاجة النهاردة عايزين نتكلم عن الوحدة البنائية والوظيفية للنيرفوس تيشو، للنسيج العصبي. ايه الوحدة البنائية والوظيفية؟ هي النيرف سيل او الخلية العصبية او بيسموها نيورون. دي عبارة عن الوحدة الاساسية في تكوين النيرفوس تيشو. It is the basic unit of the nervous system. هي الوحدة الاساسية في النسيج العصبي او الجهاز العصبي. النيورونز هي عبارة عن هي خلية بس سبيشاليزد، متخصصة، ربنا خلقها بشكل معين عشان تأدي وظيفة معينة. يبقى سبيشاليزد سيلز ذات فانكشن تو ترانسميت الكتريكال امبلس وذين ذا نيرفوس سيستم. وظيفتها انها بتنقل يعني النبضة، الامبلس دي اللي هي زي النبضة الكهربية كده للنيرفوس سيستم، بالظبط عاملة زي سلك الكهرباء. سلك الكهرباء بينقل كهرباء، فالخلية العصبية وظيفتها انها بتنقل امبلس داخل النيرفوس سيستم. والنيرفوس سيستم يحول بعد كده الحاجة، المعلومات اللي جات له دي بعد كده يحولها عن طريق الالكتريكال امبلس دي لاوردر، يبدأ يعمل امر، يطلب بقى من العضلة انها تنقبض، ان يحصل حاجة معينة على حسب الاشارة اللي جات له. يبقى كل ده بيحصل، بيتم عن طريق الخلايا العصبية زي ما احنا شايفين كده. خلية عصبية في الصورة الموجودة قدامنا، خلية شكلها طبعا هي زي خلية، لها سيل ممبرين، لها سيتوبلازم، لها نيوكلياس، بس طبعا سبحان الله شكلها بقى بالشكل الجميل اللي قدامنا ده. بقى بتتكون من السيل بادي والبروسيسز او الزوائد اللي طلع منها دي، حاجة اسمها الاكسون او محور الخلية، والدندرايتس او التفرعات الشجيرية بالشكل ده. فدي عبارة عن النيورون أو النيرف سيل. يبقى النيورون أو النيرف سيل بتتكون من حاجتين، السيل بادي اللي هو جسم الخلية بيسموه بيريكيريون، كيريون يعني حاجة لها علاقة بالنيوكليس، بيريكيريون حاجة اللي محوطة النيوكليس، ده السيل بادي. والبروسيسز أو الزوايد اللي طالعة من الخلية اللي هي عبارة عن الأكسون أند دندرايتس. السيل بادي خلية زي أي خلية هيكون موجود فيها نيوكليس. خلية بتصنع ايه؟ النيرف سيل خلية بتصنع نيورو ترانسميترز او النواقل العصبية، دي عبارة عن بروتينز. فتبقى خلية زي اي خلية بتصنع بروتين، يبقى موجود فيها ايه؟ موجود فيها رايبوزومز وار اي ار وجولجي وميتوكوندريا. الرايبوزومز بس والار اي ار هنا بيبقوا متجمعين كده عاملين حبيبات، لان عددهم كتير ومتجمعين عاملين حبيبات، فبيسموها النسل جرانيولز. النسل جرانيولز نسبة للعالم اللي اكتشفها سماها باسمه حبيبات نسل او النسل جرانيولز، ما هي الا رايبوزومز وار اي ار. يبقى مش هنحفظ حاجة جديدة. يبقى السيل بادي بتاع النيرف سيل زي اي خلية، سيل بادي يعني في نيوكليوس، وفي ايه كمان؟ في النسل جرانيولز اللي هي الرايبوزومز وار اي ار، بالاضافة للجولجي والميتوكوندريا. ميتوكوندريا عشان تدينا الطاقة، والجولجي هو مصنع التصدير بره الخلية.
البروستيسز او الزوائد حاجتين، الاكسون او المحور بتاع الخليه، والدندرايتس اللي هي التفرعات الشجيريه. اول حاجه نتكلم عنها النسل جرانيولز. نسل جرانيولز او حبيبات نسل دي عباره عن ايه؟ لسه قايلين حبيبات كده موجوده جوه السيتوبلازم، هي الا ريبوزوم ذو ار ار. تتوقعوا ريبوزوم ذو ار ار يتصبغ لون ايه؟ احنا عارفين ان الريبوزوم عباره عن احماض، احماض تتحد مع الصبغه البيزك اللي عندنا بي بلو ازرق بيزوفيلك. يبقى النسل جرانيول هي حبيبات لونها ازرق لانها عباره عن احماض فاتحدت مع الصبغه البيزك، بتحب الصبغه البيزك فتبقى بيزوفيلك جرانيول لونها ازرق سكاترد ان ذا سيتوبلازم، منتشره في السيتوبلازم زي ما احنا شايفين الصوره اللي قدامنا دي، صوره بالاتش اند اي لما توكسن الاند يوسين. شايفين الحبيبات دي، النقط الغامقه دي عباره عن ريبوزومز وار اي ار لونها بيزوفيليك منتشره في السيتوبلازم بتاع النيرف سيلز. طيب توزيعتها ازاي؟ موجوده اول اوفر ذا نيورون، موجوده في كل النيورون ما عدا فين؟ ما عدا اراوند ذا نيوكليوس، الحته شايفين كده حوالين النيوكليوس في يعني السهم كده مشاور على حته صغيره فاضيه قوي ما فيهاش الحبيبات دي. وفين كمان؟ في الاكسون، شايفين محور بتاع الخلية الاكسون ده ما فيهوش ريبوزومز ولا ار اي ار، ده الاكسون. يبقى هي موجودة في كل الخلية ما عدا الاكسون and around the nucleus. الصبغة بتتصبغ بايه؟ لسه قايلين احماض هتتصبغ بالصبغة البيزك. الصبغة البيزك عندنا ممكن تبقى الهيماتوكسلين او التولويدين بلو. صبغه بيزك نفس الكلام ولونها بلو برضو زي الهيماتوكسلين، التولويدين بلو او الهيماتوكسلين. وظيفتها ايه؟ قلنا يعني ريبوزومز وار اي ار. يعني ايه ريبوزومز وار اي ار؟ يعني مصنع البروتين جوه الخليه. يبقى وظيفتها سينثيسيس اوف بروتين، بتصنع البروتين جوه الخليه. يبقى المصنع موجود في السيل بودي اما مش موجود في الاكسون. طيب نبدا نتكلم عن البروسيسز. البروسيسز بتاع النيورون عباره عن حاجتين، اكسون اند دندرايتس. الاكسون لو محور بتاع الخليه، والدندرايتس اللي هي التفرعات الشجيريه. من اسمها محور، محور واحد يبقى سنجل، دندرايتس تفرعات شجيريه يبقى مالتيبل ما بتبقاش واحده. يبقى دي اول مقارنه، النمبر هنا سنجل اما الدندرايتس بتبقى مالتيبل. طب الطول، الاكسون زي ما احنا شايفين بيبقى طويل بالشكل ده، بيبقى لونج اند ثريد لايك شبه الفتله. اما الدندرايتس بتبقى شورت اند برانشنج، شورت وبيبقى فيها ايه؟ برانشنج كده، تفرعات كتير بطولها. طب الاوريجين او المصدر بتاعها، arises from conical projection called axon hillock. شايفين كده الحته دي السيل بادي طبعا حاجه واسعه وكبيره كده، فجاه الاكسون هيبقى رفيع كده بالشكل ده، فاكيد في حته في النص كده بينهم مثلثه. دي شايفين المثلث ده، حته كانت واسعه من فوق وضاقت عشان تعمل الاكسون. الحته المثلثه دي شبه التل كده، تل يعني هيل، تصغيرها هيلوك. اكسون هيلوك يعني زي ما يكون تل صغير بتاع الاكسون، اسمه الاكسون هيلوك. الحته اللي انا مشاوره عليها دي مثلثه دي اسمها الاكسون هيلوك. يبقى الاوريجين بتاع الاكسون جاي منين؟ جاي من الاكسون هيلوك. طب امال الدندرايت جايه منين؟ arise directly from the nerve cell body، طالع من السيل بادي على طول كده بالشكل ده. طب التفرعات، يا ترى الاكسون بيتفرع والدندرايتس بتتفرع؟ الاكسون بيتفرع في النهايه فقط، في نهايته بيتفرع، يعمل حاجه اسمها الترمينال arborization او التفرعات النهائيه بالشكل ده، terminal arborization. واحيانا الاكسون يطلع منه زي كولاترال كده، او يعني حاجه كده مصاحبه له زي اكسون تاني كده طالع من الرايت انجل بتاعه، بيبقى اسمه كولاترال، ممكن يوصله بخليه تانية، ده اسمه كولاترال. احيانا يطلع من الاكسون كولاترال، اما الاكسون مش بيتفرع غير في النهايه فقط ويعمل terminal arborization. طب يا ترى الدندرايت نفسه؟ لا، الدندرايت هايلي برانشنج، فيها تفرعات كتير مش في النهايه فقط، ودي طبعا تزود السيرفس اريا بتاع
الدندرايتس يعني هي عددها كتير وكمان فيها تفرعات كتير مش في النهاية بس زي الأكسون. طب الكونتنت لسه قايلين ان سيل جرانيول كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في السيل بادي، يبقى هتبقى موجودة في الدندرايتس بس مش هتبقى موجودة في الأكسون، يبقى الأكسون نو نسل جرانيولز، مفهوش نسل جرانيول. طيب التوصيل، يا ترى الخلية بتوصل منين لفين؟ أكيد بتوصل من الأكسون للخلية اللي بعدها، يبقى الإمبلس بتمشي في الأكسون away from the cell body، بتبعد عن السيل بادي بتاع الخلية دي. أما في الدندرايتس الأكسون بتبقى رايحة للسيل بادي، يبقى السيل بادي قدامنا اهو جاي له اكسون منين؟ جاي له امبلس منين؟ الامبلس جاي له من الدندرايتس. وبعدين الامبلس تمشي فين؟ من السيل بادي تمشي في الاكسون، يبقى الاكسون بينقل الامبلس بعيد عن السيل بادي، اما الدندرايتس بتنقل الامبلس للسيل بادي. طب نيجي بعد كده نتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف نيرونز، يا ترى الخلايا العصبيه لها تقسيمات؟ لها تقسيمات كتير جدا، منها اول تقسيمه حسب عدد البروسيسز اللي موجوده، يا ترى عندها كام دندرايتس، يا ترى عندها كام بروسيسز طالع منها، اللي هي ايه البروسيسز يعني الاكسون والدندرايتس. فتقسمت حسب البولاريتي دي حسب الاقطاب بتاعتها الى اربع انواع. اول نوع خليه ما عندهاش غير قطب واحد او بول واحد طالع منها، بيبقى اسمها يوني بولار. خلية تانية يعني كاذبة بقى كده، احنا نشوفها نقول ان هي شبه اليوني بولر بس هي في اساس تكوينها كانت باي بولر، فبيسموها سودو يوني بولر. سودو يعني كاذبة، كذبت علينا وفكرناها يوني بولر وهي كاذبة، سودو يوني بولر. وفي خلية تانية اسمها باي بولر لها قطبين، دي بقى مش بتكذب علينا، باي بولر. واخر حاجه خليه مالتي بولر لها اقطاب متعدده، اقطاب متعدده فبيسموها مالتي بولر. كل خليه كده نشوف صوره ليها، ادي اول واحده يوني بولر، شايفين ما عندهاش غير اكسون فقط مفيش دندرايتس، دي اسمها يوني بولر لها وان بروسيسز بس، عشان كده بقى اسمها يوني. يوني يعني واحد، ممكن نسميه مونو، مونو يعني واحد برضك. مونو نفتكر مونو يبقى ميزنكيفاليك نيوكلياس، ميزنكيفاليك نيوكلياس كأنها لها راس كده بس الراس كده ما فيش طالع منها حاجة. ميزنكيفاليك نيوكلياس موجود فين؟ في ترايجيمنال نيرف اللي هو رقم 5، الخمسة بتبقى مدورة كده زي الشكل اللي قدامنا، ميزنكيفاليك نيوكلياس بالشكل ده، عندها أكسون فقط بالشكل ده. بعد كده السودو يوني بولر الكاذبه اللي ضحكت علينا، افتكروا كده بي اس اول حرفين في السودو، بي اس اعكسوهم تبقى اس بي، يبقى موجوده في السباينال جانجليا، سباينال جانجليا موجود فيها المنظر ده. الله ما انتوا تقولوا ده شبه الثانيه، لا هي كانها لها ايه دراعين اهو، يعني لها ناحيتين بس طالعه من جزء واحد، جزء واحد متفرع بالشكل ده فسموها سودو يوني بولر. مش قادرين يقولوا انها باي بولر وفي نفس الوقت مش قادرين يقولوا انها يوني بولر زي الاولانيه بتاع الميزنكيفاليك نيوكلياس، فتسمت حاجه وسط كده اللي هي سودو يوني بولر. موجوده فين؟ البي اس نقلبها تبقى اس بي في السباينال جانجليا. بعد كده الباي بولر، باي بولر موجوده فين؟ لها بقى وان اكسون وان دندرايت زي ما احنا شايفين كده، وان دندرايت وان اكسون موجوده فين؟ باي يعني اتنين، نفتكر كده احنا عندنا عينين فهي موجوده في الريتنا او شبكيه العين، والعينين تحتها النوز او الانف، فهيكون موجوده كمان في الاولفاكتوري ابيثيليوم، النسيج المسؤول عن الشم، حاسه الشم والفاكتوري ابيثيليا. يبقى الباي بولر افتكر باي يعني اتنين، عندنا عينين يبقى موجوده في الريتنا او في الاي في الشبكيه، موجوده في الاولفاكتوري ابيثيليا. بعد كده المالتي بولر، مالتي من اسمها متعدده، شايفين لها دندرايتس كتير وان اكسون، متفقين ان هو بيبقى وان اكسون فقط
بس في دندرايتس كتير فيسموها مالتي بولر. مالتي بولر دي انواع كتير واشكال كتير، من ضمنها الموجوده في السمباثيك جانجليا. بس السمباثيك جانجليا فيها مالتي بولر، اما السباينال جانجليا فيها سودو يوني بولر، وهنقول ان شاء الله الفروقات بينهم في الجزء بتاع الجانجليا. طيب نيجي نتكلم عن وظيفه النيرفس سيستم. يا ترى الجهاز العصبي بتاعنا ده ايه وظيفته؟ الجهاز العصبي بتاعنا ده هو اللي بيقدر يخلينا نشعر بالايه، بالمؤثرات اللي موجوده، الاستيمولاي اللي موجوده، سواء داخليه او خارجيه، سواء جوه جسمنا او خارج الجسم. يبقى اول حاجه سنسوري انبوت، يعني هو المسؤول عن بيدخل له الاحساس. سنسوري يعني احساس، انبوت حاجه داخله للجهاز العصبي، يبقى السنسوري انبوت الاحاسيس دي بتدخل للجهاز العصبي، يجمع الانفورميشنال تشينجز دي، المعلومات دي يبدا يجمعها سواء من خارج الجسم او من داخل الجسم، اللي هي الاستيمولاي. اي مؤثرات اثرت عليه يبدا ياخد المؤثرات والتغيرات دي ويبدا تدخل جواه، وبعدين يحصل لها انتجريشن، عمليه دمج كده، وتترجم يفسر ايه اللي حصل، يبدا يفسر ويترجم ويدمج السنسوري انفورميشن المعلومات دي، ويشوف ايه اللي محتاجه الجسم عن طريق الاحاسيس اللي وصلت له، يبدا يتعامل مع المؤثرات دي. وتبدا ثالث حاجه ان هو يبدا يعمل ايه، موتور اوتبوت، يبدا يخلي العضله تنقبض على حسب، يعني مثلا واحد اتشك بدبوس او حاجه سخنه، هيمسك امسك حاجه سخنه، فاللي بيحصل فبتيجي الاشاره العصبيه سنسوري انبوت، دخل احساس، دخل هيمشي في الاعصاب يوصل للمخ، بعد كده المخ يبدا يفسر ايه اللي حصل، ده انا اتشكيت، انا اتلسعت، دي شكه جامده، شكه ضعيفه، الكلام ده. وبعد كده يدي اشاره للخليه العصبيه انها يدي اشاره للعضله علشان تنقبض، تبعد عن المؤثر الايه اللي ضرها ده. مثلا ده نموذج، يعني طبعا في نماذج كتير. مثلا انا عايز افكر اشيل حاجه معينه، ففي اشاره انا شايف حاجه معينه عايز اشيلها، في اشاره بتيجي للمخ ان انا شايف الحاجه دي وعايزه اشيلها، فهتوصل اشاره للمخ سنسوري انبوت، يبدا يترجم ويدمج المعلومات اللي عنده، ويبدا يحدد المسافه وايه العضله اللي هتشتغل والكلام ده، ويبدا يبعت اشاره موتور اوتبوت، حاجه بقى حركيه. يبقى هو استقبل احساس، دخل له سنسوري انبوت، وخرج منه موتور اوتبوت، يبدا يشتغل وينبه العضله او الغده مثلا انها تفرز ماده معينه. فكل ده بيحصل عن طريق الجهاز العصبي او النيرفس سيستم. في تقسيمه تانية للنيورونز حسب وظيفتها، حسب الوظيفه. في خلايا نيورونز، خلايا عصبيه بتبقى حسيه تستقبل احساس، زي خلايا السباينال جانجليا. خلايا السباينال جانجليا دي موجوده كده في الاعصاب اللي هي طالعه من السباينال كورد، الاعصاب الطرفيه، فيها عقده كده، العقده دي اسمها سباينال جانجليا لانها طالعه من السباينال نيرف. فدي بتستقبل الاحساس من الجلد، يبقى الاحساس من الجلد يوصل عن طريق السباينال جانجليا دي، يبقى دي نوع من الخلايا العصبيه اسمها سنسوري نيورونز. في نوع تاني اسمه الموتور نيورونز، ده اللي بيحرك بيوصل الامبلس الى العضله عشان يقول لها انقبضي اتحركي، فده يبقى اسمه نوع من النيورونز اسمه الموتور نيورونز. جاي منين؟ من حاجه اسمها الانتيريور هورن سيل بتاع السباينال كورد. زي ما انتوا شايفين كده السباينال كورد او الحبل الشوكي بيبقى له جزء امامي اسمه الانتيريور هورن، وجزء خلفي اسمه البوستيريور هورن، ارن كده، هورن يعني ارن، ارن خلفي اسمه بوستيريور، وارن امامي اسمه الانتيريور هورن. البوستيريور هورن ده مسؤول عن الاحساس، اما الانتيريور هورن في خلايا يطلع منها الاكسون بتاعها يوصل للعضله يقول لها اتحركي. يبقى الخلايا اللي موجوده في الانتيريور هورن دي خلايا ايه؟ حركيه، موتور نيرون بتحرك العضله. اما الخلايا اللي ماشيه في السباينال جانجليا دي وبتروح للبوستيريور هورن، فدي بتبقى خلايا حسيه بتستقبل احساس. لو تلاحظوا في بينهم كده خليه في النص كده بيسموها انتر نيرون، خليه بينيه
بين الاثنين التانيين انتر يعني بتوين بين الخليتين اسمها انتر نيرون. دي وظيفتها بتعمل كونكشن توصل الاثنين ببعض، والوظيفة دي مهمة في الافعال المنعكسة. احنا عارفين طبعا لما بيحصل اي حاجة، اي مثلا واحد هيتلسع، اتشك بدبوس، اي حاجة، لا اراديا على طول بيشيل ايده لا اراديا قبل ما الاشارة توصل للمخ. دي حاجة سريعة كده توصل عن طريق الاحساس، يوصل كده يمشي هنا، عدى من السكن راح للسباينال جانجليا، راح للبوستيريور هورن، للانتر نيرون. دي توصل للانتيريور هورن تقول العضله انقبضي، وفي نفس الوقت في اعصاب تانية هتوصل للمخ بقى عشان يحس ايه اللي حصل، يقدر يقول ده انا اتشكيت، ده انا اتلسعت، ده انا كذا، ده انا كذا. فيعني في حاجتين بتحصل، الاحساس لما بنستقبله في جزء منه يوصل عن طريق الانتر نيرون على طول للمصل، يبقى ده بيبقى فعل منعكس، وجزء بيطلع للبرين عشان نقدر نحس يا ترى انا اتشكيت، انا اتلسعت شكة قوية، شكة ضعيفة. كل الحاجات دي بنقدر نعرفها لما الاحساس ده جزء منه بيوصل للبرين. يبقى عندنا كم نوع من الخلايا العصبية حسب وظيفتها، نوع حسي sensory neurons، نوع motor neurons، and نوع اسمه الانتر نيرونز او connecting neurons. اخر حاجة نتكلم عنها النهاردة ان شاء الله هو السينابس. السينابس يعني ايه؟ السينابس او التشابك العصبي، من اسمه تشابك يعني حاجات مشبكة في بعضها، حاجات ماسكة في بعضها. عبارة عن it is a point at which nervous impulse، هو عبارة عن نقطة فيها النيرفس امبلس باسس فروم وان نيورون تو انذر. يبقى بينقل النيرف امبلس من خلية عصبية لخلية تانية، بيتنقل عن طريق اكسون بتاع الخلية الاولانية، يوصل للدندرايتس بتاع الخلية التانية، او للسيل بادي بتاع الخلية التانية، او لاكسون بتاع خلية تانية. يعني ممكن التشابك العصبي ده يبقى اسمه اكسودندريتك او اكسوسوماتيك لو وصل للسيل بادي، او اكسو اكسونيك يعني من اكسون لاكسون حصل بينهم تشابك عصبي زي ما احنا شايفين في الصورة كده. يبقى بين اكسون من بتاع خلية، يا اما من اكسون لدندرايت، يا من اكسون لسيل بادي، يا اما من اكسون لاكسون تاني. ده بالنسبة للسينابس، الاشارة العصبية بتتنقل عن طريق التشابك العصبي او السينابس من خلية لخلية. طيب يا ترى السينابس عامل ازاي؟ يا ترى شكله او الاستراكشر بتاعه، تكوينه عامل ازاي؟ السينابس او التشابك العصبي ده زي ما احنا شايفين كده، دي كده الاكسون بتاع الخلية الاوانية، وده جزء من الخلية التانية اللي تحت ده. في اول حاجة، حاجة اسمها بري سينابتك ميمبرين، من اسمه بري يعني قبل. الفتحة اللي بالنص بينهم دي اسمها سينابس او سينابتك كلافت، الفتحة اللي بين الخليتين. يبقى قبلها اللي قبلها دي اسمه بري سينابتك ميمبرين، واللي بعدها اسمه بوست سينابتك ميمبرين. البري سينابتك ميمبرين بيتكون من حاجة اسمها التيرمينال باتون، حتة كده اكسباندد منفوخة كده بيسموها التيرمينال باتون عشان هي نهائية كده ومنفوخة كده، بيسموها زي الزرار كده تيرمينال باتون. بتتكون من ايه؟ فيها ميتوكوندريا وفيها نيورو ترانسميترز او النواقل العصبية كده موجودة، بالاضافة لشوية الياف عصبية موجودة كده اسمهم النيورو فيلامنس. نيورو فيلامنس دول نوع من انواع الانترميديات فيلامنس. بعد كده حاجة اسمها البوستي سينابتك ممبرين، شايفين كده الممبرين ده البوستي سينابتك ممبرين، ده بيبقى جزء كده من الدندرايت او من السيل بادي بتاع الخلية التانية، دي اللي بيستقبل الامبلس. يبقى في واحد بينقل الامبلس والتاني البوست هيستقبل الامبلس. بعدين السينابتك كليفت او الشق اللي بينهم ده بيبقى سين سبيس، فراغ كده بسيط بيبقى حوالي من 20-30 نانو في الويتس بتاعه او العرض بتاعه كده بالشكل ده، بيبقى موجود بين البري سينابتك ميمبرين اند البوست سينابتك ميمبرين. وكده يبقى انتهينا من اول جزء في محاضرة النيرفس سيستم، وشكرا لكم، والقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.